حضراتكم من جديد. النهاردة هتبتدي فعليا ممارسة مجلس الشورى للصلاحيات التشريعية الكاملة اللي حظي بها إلى أن يتم انتخاب مجلس نواب. من ضمن الموضوعات اللي هيناقشها النهاردة مجلس الشورى هو قانون الانتخابات، انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية وموضوعات أخرى مهمة هنتناقش حولها مع ضيفنا المشرفنا النهاردة في زي الشمس الدكتور جمال جبريل رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة حلوان وعضو اللجنة التشريعية في مجلس الشورى. صباح الخير. قبل ما نبتدي ونسترسل في الحوار هنروح لحيدر خضير الموجود قدام مجلس الشورى عشان نعرف منه تحديدا أجندة الشورى للنهاردة. تفضل حيدر وصباح الخير. صباح الخير. اليوم يشهد مجلس الشورى طبعا عدد كبير من الاجتماعات، منها اجتماعات اللجان التي تبدأ الساعة 10 تقريبا كما هو مفترض، ومنها اللجنة التشريعية. واللجنة التشريعية النهارده ستناقش قانون الانتخابات البرلمانية، كما يوجد اجتماع للجنة الاقتصادية ستناقش مشروع الصكوك الإسلامية، ولجنة الشؤون العربية ستناقش بيان رئيس الجمهورية، ولجنة التعليم ستناقش قضية التعليم الفني، ولجنة الإدارة المحلية ستناقش السحابة السوداء بحضور وزير البيئة. وهناك أيضا جلسة عامة للمجلس ستكون في تمام الثانية عشر كما هو مفترض، وتشهد أداء الأعضاء الجدد لليمين الدستورية أمام المجلس، وسيتم تشكيل لجنة لمناقشة بيان الرئيس الذي ألقاه يوم السبت الماضي أمام المجلس، ثم تعديل اللائحة الداخلية للمجلس بما يتناسب مع الدستور الجديد. وكما نعلم فإن المجلس أضيفت له اقتصاد جديدة بموجب الدستور الذي تم إقراره مؤخرا. وهناك سيتم طبعا إضافة لجان للمجلس، إضافة لجان جديدة وتعديل اللائحة بما يتناسب مع هذه الأوضاع. وهناك أيضا اجتماع آخر للجنة العامة بعد ذلك لمناقشة التقرير النهائي للجنة المشتركة للجنة الإنتاج الزراعي والري واستصلاح الأراضي ومكاتب لجان الإنتاج الصناعي والطاقة وتنمية القوى البشرية والإدارة المحلية والثقافة والإعلام والسياحة والإسكان والإدارة المحلية وتنمية الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي. وطبعا احنا عارفين ان كل هذه تأتي في مقدمة الاولويات التي يوليها مجلس الشورى في هذه المرحلة بما يتناسب مع الساحة والوضع الداخلي في مصر وما تحتاجه لمتطلبات حتى انتخاب مجلس الشعب قريبا ان شاء الله. شكرا لك حيدر على هذا الإيجاز لأجندة الشورى النهاردة. دكتور جمال، يعني موضوعات كثيرة وحيوية، أبرزها اللي بيهم الناس دلوقتي هو قانون الانتخاب. في كلام كتير حوالين قانون الانتخاب وعلى ان يعني ما فيش تغييرات كتيرة ادخلت عليه. كان في مشكلات خاصة بالانتخابات الشعب او نواب اللي فاتت لم يتم تلافيها. بيقال ان في حاجات ايجابية، يمكن هي موضوع ان المرأة بقى ليها وضع يعني فاعل مش ديكوري. احنا عايزين نتكلم بشكل مفصل عن هذا الموضوع. نبتدي ونقول مثلا ايه الفرق بين القائمة المفتوحة والمغلقة، اللي هي القائمة المغلقة تم اعتمادها في الانتخابات القادمة. هي نظام القائم في العالم كله ثلاث أنظمة. في القائمة المغلقة ان الترشيح القائمة بتدخل الانتخابات، الناخب إما أن ينتخب القائمة كما هي أو لا ينتخبها. القائمة المفتوحة فيها نوعين، القائمة المفتوحة مع إعادة الترتيب أن الناخب يدخل بيلاقي القائمة يقدر يعيد ترتيبها، يجيب 5-1 و3-2 و2-4 كده يعني. دي اسمها دي نوع من أنواع القائمة المفتوحة اللي هي القائمة مع إعادة الترتيب. في نوع ثالث اللي هي القائمة مع المزج، ان في مثلا 5-6 قوائم مرشحين يدخل الناخب، احنا عاوزين 8 في الدائره مثلا، يدخل يعمل هو قائمه من القوائم كلها، هو اللي يشكل القائمه يعني. ودي اقرب كتير للنظام الفردي لانه القوائم دي بتمثل اتجاهات مختلفه، لكن هو بيختار على اساس شخصي فبيجمع 8 أو 10 ايا كان من مجموع القوائم، ودي اسمها القائمه مع اعاده المزج. طبعا احنا ظروفنا الثقافيه ما تسمحش غير بالقائمه المغلقه لحد دلوقتي. بمعنى ايه ظروفنا الثقافيه؟ يعني في نسبه اميه، في يعني مساله هتبقى صعبه شويه ان الناخب بيدخل يعمل
إعادة ترتيب للقوائم للأسماء أو إنه شكل هو قائمة. يعني عندنا نسبة أمية مش قليلة، يعني يمكن 20% أو 19%، ودي برضو نسبة عالية يعني. فبالتالي إحنا القائمة المغلقة هي المتاحة حتى الآن يعني، والقائمة النسبية تحديدا اللي هي القائمة بتاخد مقاعد بحسب عدد الأصوات اللي خدتها، نسبة الأصوات اللي خدتها من الأصوات الصحيحة يعني. إحنا جربنا القائمة المغلقة دي ثالث مرة، دي هتبقى الثالثة يعني. كان في مشكلة الحقيقة مع فكرة دستورية النص يعني، بالزبط. إن بيجي الفردي دائما بيبقى أقل من القوائم. المرة الأخيرة كانت الفردي التلت والقوائم التلتين، وكان في نص دستوري الحقيقة، في إعلان دستوري صادر كان في نوفمبر 2011 بيقول كده، بيحدد شكل الانتخابات ايه. ثم صدر مرسوم بقانون نقل الاعلان الدستوري في القانون، نفس المشرع اللي هو كان المجلس الاعلى للقوات المسلحه، لكن طعن في دائره من اظن دائره اليوب بمحافظه القليوبيه، كان في اثنين بيعيدوا، حزب الحريه والعداله مع حزب النور المقعد الفردي، الثالث بتاعهم طعن في الانتخابات. في الطعن في الانتخابات مش في فجت محكمه القضاء الاداري رفضت الطعن، جت الاداريه العليا دايره فحص طعون احالت الموضوع للمحكمه الدستوريه على سند ان في اخلال بالمساواه وتكافؤ الفرص، ان المشرع حجز التلتين للاحزاب وساب الاحزاب تشارك المستقلين في نسبه التلت. الحقيقه جاء صدر الحكم الشهير جدا بتاع المحكمه الدستوريه. طب ما الوضع لسه قائم. لا الحقيقه اقول لحضرتك يعني، اولا يعني مش عايزين نقعد نعلق على الحكم، لان انا لي موقف من الحكم معروف يعني، الحكم به يعني كثير من السياسه جدا، قليل من القانون يعني. المحكمه اولا بنتكلم عمليا يعني، هل فعلا موضوع التلت والتلتين ده ما بياخدش من حساب المستقلين؟ لا مفيش. بص حضرتك، اولا المستقل ده في مركز قانوني مختلف عن الحزبي، فبالتالي المساواه في القانون هي مساواه قانونيه وليست مساواه مطلقه، بمعنى ان المساواه تكون بين اصحاب المراكز القانونيه المتساويه. يعني مثلا لو في وظيفه محامي انا معايا بكورس تجاره وواحد معاه لسانس حقوق والاثنين قدموا، هنا ينفع المساواه؟ ما ينفعش، لان في مراكز قانونيه مختلفه. نفس الحكايه، ما فيش مساواه قانونيه ابدا بين المستقل والحزبي. دي نمره واحد. نمره اثنين، ده في نص دستوري هو اللي محدد، والنص القانوني نقل النص الدستوري بالظبط. نمره ثلاثه، الطعن كان في التلت، الطعن والمحكمه التلت الفردي، والمحكمه تعرضت للتلتين، وهي الحقيقه المحكمه من حقها تتصدى، وده في المحكمه الدستوريه. لكن التصدي في اطار فكره المصلحه، ان لازم عشان تتصدى النص قانوني مش مطعون فيه يكون هيأثر على الدعوه الموضوعيه للقاضي المحكمه الموضوعيه لما على اي حال. لكن الجديد بقى في القانون ده او في النظام الجديد اللي اتعمل، انه ادى المستقلين الحق انهم يعملوا قوائم، وادى للاحزاب الحق انها تشارك في الفردي، فاصبح الاثنين متساويين يعني. وهي الحقيقه مساواه برضه، انا الحقيقه مش مقتنع بيها قوي، لانه مساله ان المستقلين يعملوا قوائم دي مساله تخالف منطق القائمه، لان القائمه انا بروح انتخبها لان عارف ان دي قائمه حزبيه بتاعت حزب كذا، الحزب ده ايديولوجيته كذا، برنامجه كذا، فانا بدي له صوتي، لانه ثمانيه انا ممكن ما اكونش اعرف منهم حد او اعرف واحد او اثنين. انما اما نقول قوائم مستقلين معناها احمد محمود وعبد السلام، ودول انا ممكن ما اكونش اعرفهم خالص، وانا مش عارف ايه اتجاهاتهم يعني العقائديه، او برنامجهم ايه، طب هم اتفقوا ازاي. طب دكتور جمال، في تخوف اخر، هو ان القانون دلوقتي معروض، القانون الخاص بالانتخابات معروض قدام مجلس الشورى، بيغلب عليه التيار الديني، وان التيارات الاخرى بتخشى ان يتم وضع تعديلات في هذا القانون، يعني
تميز هذا التيار او تعمل لصالح هذا التيار في في فيما يتعلق بآليات العمليه الانتخابيه او فيما يتعلق بطريقه الانتخاب. هل المخاوف دي ليها ارضيه ولا لا؟ وايه هو الميكانيزم او ايه هي الطريقه اللي ممكن بيها يعني يتم ادخال تعديلات على هذا القانون اذا وافق عليه مجلس الشورى ورأت القوى الاخرى ان هو مش مناسب؟ لا، مفيش حاجه اسمها القوى الاخرى. شفت ان القوى الاخرى دي اشتركت في وضع المشروع اللي احنا بنتكلم عليه ده، لان انا يعني بشارك في الحوار الوطني والاحزاب كلها مشتركه في الكلام اللي احنا بنقوله ده. مش كلها يا فندم في الحوار الوطني؟ لا، ما اللي مش اللي ما يجيش ملوش، اللي ما بيحضرش هو حر، ده يعني لا يوضع له حساب يعني. واذا كنت حضرتك تصدي جبهه الانقاذ، لا، جبهه الانقاذ بعتت مشروع قانون يعني الاستاذ عبد الغفار شكر بعت مشروع قانون وقال ان ده يمثل جبهه الانقاذ. تمام، وده تم مناقشته وهو داخل في الاطار بتاع المشروع. كويس، لكن يعني برضه هنرجع نقول مش كلها. طب ما كل توجه له الدعوه زي ما بنقول ما حضرش ما اعرفش كام واحد في الاستفتاء، اللي ما بيروحش ده الحقيقه ما بيتحسبش في العمليه السياسيه، اللي ما بيشاركش ما بتحسبش في العمليه السياسيه. تمام. موضوع ان التيار الاسلام السياسي هيعمل حاجه لمصلحته، هيعمل ايه يعني؟ ما اعرفش يعني هيجي مثلا على يعني المساله ما لهاش علاقه بالدين يعني. في كلام خالص عن تقسيم الدوائر مثلا، إيه؟ في كلام عن تقسيم الدوائر زي ما هو ما تغيرش لان الوقت لا يسمح باعاده. انا الحقيقه معترض على التقسيم بتاع المجلس الاعلى للقوات المسلحه للدوائر. هو تقسيم مش جيد ابدا، لكن حضرتك الانتخابات لازم تبتدي اجراءاتها خلال 60 يوم عشان نعمل اعاده. الحقيقه محتاجه اعاده تقسيم الدوائر. يعني كان في الدكتور ماجد عثمان عامل بحث كده منشور في جريده الشروق، في محافظات عدد سكانها اقل من محافظات وبتاخد ضعف عدد بالزبط. المقاعد مثلا يعني. فهي لا، محتاجه اعاده ترسيم الدوائر، لكن الوقت لن يسمح هذه المره باعاده ترسيم الدوائر على الاطلاق. مفيش وقت يعني. فبالتالي هناخد بدوائر المجلس الاعلى للقوات المسلحه هيشتغلوا عليها يعني في الانتخابات القادمه. يعني ما فيهاش لعب دي يعني. نعم. طيب، محور اخر هو كان عليه جدل كبير، هو موضوع قانون تنظيم او منع التظاهر. احنا يعني قرينا اخبار متضاربه، في من خرج من مجلس الشورى اللي يقول ان مفيش مشروع بهذا العنوان قدم لينا، اخرين قالوا انه تم تقديم مشروع ده بالفعل. نعرف من حضرتك حقيقه الامر، المشروع ده موجود ولا مش موجود؟ لا، معلوماتي انه مش موجود. يعني معلوماتي الشخصيه انه مش موجود، ورايي ان ما ينفعش مجلس الشورى يعمل قانون زي ده يعني. الحقيقه ما ينفعش اي قانون يتعلق بالحريات، لازم الهيئه السلطه التشريعيه كامله تكون موجوده ومشكله وهي اللي تعمله. اذا انت تستبعد حتى ان يكون، حتى لو ما تعرضش، استبعد ان هو حتى لو حد بيفكر فيه انه يتم عرضه على مجلس الشورى. يعني اتمنى انه ما يتعرضش على مجلس الشورى، لان مجلس الشورى له سلطه تشريعيه استثنائيه في حين انتخاب مجلس النواب ثم اعاده انتخاب مجلس الشورى، عشان يبقى عندي مجلسين هم اللي هيشاركوا في التشريع، التشريع هيعرض عليهم الاثنين. في الحاله دي نبتدي ننظم بعض الحريات اللي موجوده في الدستور. على فكره التظاهر بالاختيار، بمعنى ان المشرع ما ينفعش يجي يقول لا انا ممكن اعترض على المظاهره مثلا. انما كل الحكايه انه هيحدد ايه هي البنود اللي موجوده في الاختيار، وقت المظاهره، خط سير المظاهره، يعني امور معلومات بتاخدها الجهه الاداريه اللي هي وزاره الداخليه عشان تنزل تحرص المظاهره، تراقب المظاهره حتى لا تخرج عن هو المخاوف. هو التعامل مع المظاهره، مفيش طالما مظاهره مرخصه، طالما مظاهره مرخصه وهي موضوع سلميه، موضوع استخدام خراطيم الميه. لا، لو حصل عنف بقى، ده موجود في القانون على فكره. لو حصل عنف ازاي الشرطه تتعامل، دي موجوده في القانون. انما لو ما حصلش عنف ممنوع التعامل مع المظاهره خالص يعني. نعم. يعني طيب، موضوع اخر خاص بالوضع الاقتصادي المصري هو قانون الصكوك الاسلاميه اللي المفروض ان هو هيعرض على المجلس، وقيل انه هيساهم في حل الازمه الاقتصاديه. اللي انا فاهماه ان هو تم رفضه من قبل الازهر.
لا انا ما ما انا سمعت امبارح مجمع البحوث الاسلاميه، ما عفوا مجمع البحوث الاسلاميه ما فضل المشروع، لكن انا الحقيقه يعني اتمنى انك حضرتك تستضيفه الدكتور حسين حامد، وهو طبق الموضوع ده في كذا دوله وعنده يعني الكثير في الموضوع. وموضوع ان الازهر، انا الحقيقه سمعت الدكتور معتز امبارح بيتكلم عن اسباب الرفض، ما لهاش علاقه بالشريعه خالص، يعني هم بيتكلموا في مسائل مجمع البحوث الاسلاميه، في مسائل ما تخصهمش، يعني بيتكلم في اقتصاد، بيتكلم في ما اعرفش، يخشى ما اعرفش ايه من ايه. فالحقيقه يا ريت يبقى الدكتور، وهو على فكره اساسا دكتور حسين حمد استاذ شريعه في جامعه كليه الحقوق جامعه القاهره، فيعني الراجل يجمع بين الاقتصاد والشريعه. فيا ريت لو حضرتك عايزه تفاصيل في الموضوع ده يبقى الدكتور حسين حامد هيبقى عنده. طيب ملف اخر هو عرض مشروع قانون محليات على مجلس الشورى واسهامه في انهاء الفساد في المحليات، وده ملف كبير جدا طبعا. الحقيقه الدستور الجديد واخد بفكره الاداره المحليه فعلا، لان احنا منذ اكثر من 50 سنه واحنا بناخد بفكره غريبه شاذه جدا العالم كله، الاداره المحليه معناها ان المواطن المحلي بينتخب بالموظف المحلي ليدير الشان المحلي. لا، احنا كان عندنا المواطن المحلي بينتخب مجلس ليراقب الموظف اللي موجود في المحليات اللي معينه للحكومه المركزيه، اللي ملوش علاقه بفكره المحليات خالص. وده الحقيقه كلام غريب مش موجود في الدنيا ابدا خالص يعني. ففي الدستور الجديد بس للاسف محطوط مرحله انتقاليه ان يتم تطبيق هذا النظام الجديد خلال 10 سنين. يعني خلال مش بعد، خلال يعني ممكن نبتدي يعني فيه السنه الجايه يعني ممكن او في تسع سنه يعني، لا او ممكن نبتدي بيه في التسع سنه بالظبط كده، لكن طبعا يعني اتمنى ان احنا نبتدي فيه فورا على الاقل بالتدريج. يعني ابتدي اخد كذا مرفق، التعليم مثلا والصحه، وبعد كده اضيف عليهم في فكره الاداره المحليه الحقيقيه. يعني يا ريت نبتدي على طول بالتدريج، وهنلاقي ان شاء الله، لانه هذا النظام هو اللي بيعمل الخدمه ورفاهيه المواطن في اوروبا مثلا. هنلاقي الاداره المحليه مش الحكومه المركزيه هي اللي عامله المدن الجميله دي والقرى الجميله اللي احنا بنشوفها ونتمنى ان احنا نبقى زيها. عايزين كل التوفيق لمجلس الشورى، هنكون متابعين ومراقبين ايه اللي بيحصل باهتمام كبير. دكتور جمال جبريل بشكر حضرتك شكرا جزيلا على حضورك. مشاهدينا، سؤالنا لحضراتكم النهارده على الفيسبوك كان: هل تنجح الاجنده التشريعيه لمجلس الشورى في علاج مشاكل المواطنين اليومية؟ من شاركوا كانت نسبتهم كالآتي: نعم 27%، لا 73%. بشكر متابعتكم، وبكرة نلقاكم وحلقة جديدة من زي الشمس. إلى اللقاء.